التقدم، التمرير والانتظار والمحاولة، أوه! جول للمنتخب الإيراني، وهدف جميل. إنه أندرييك يتوج عطاه، يتوج المستوى الذي ظهر به أندرييك، ويسجل الرابع بهدف جميل، بهدف رائع، بهدف فانتاستيك على أندرييك، على لقطة، على كرة، على هدف جميل، على هدف رائع، على هدف أروع ما يكون للمنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كما قلت هو قريب من هدف رابع، والله يسر، والله يسر من الخامس. إذا كارلوس كيروش البرتغالي فرح للنتيجة، وشاهد التسديدة الجميلة، نو كومنت. هي تحكي قبل أن أحكي، هذه اللقطة تحكي قبل أن أحكي. كرة أندرييك يسجل الهدف الرابع. نيكونا أندريان يلعب يخبه في الارتكاز وتسديدة، جول! الله 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 على الكرة الجميلة، صاروخ رائع إيراني من وسط، الله على هالكرة، لاحظ 40 ياردة تقريبا، صاروخ بيمينه على يسار الحارس سيباروك، يعلن تقدم استقلال طهران ويضمن البطاقة يعني إذا كانت 100% الآن 200% الآن البطاقة، أصبح الآن الأمل يعني معدوم نهائيا لبوريرام. هدف قاتل، هدف فوز رائع ل آقای زرگر هم کمی دیوار دفاعی رو به عقبتر فرا میخونه. یه ضربه محکم از تیموریان و توی دروازه، گل برای استقلال. یه ضربه مهار نشدنی از آندرانیک تیموریان، استقلال 2-0. حالا نشون میده که تبهر داده در زدن این گونه گل ها آندرانیک تیموریان، گلی که در تایلند زد و حالا این گل زیبا و ضربه مهار نشدنی آندرانیک تیموریان. استقلال با حاشیه امنیت خوب به رختکن خواهد رفت با 2 گل اختلاف در مقابل صدر نشین لیگ برتر فوتبال ایران.